أليس مظلة التوحيد تجمعنا؟ لنا نسب بكم والله فوق حدود هذه الأرض يرفعنا، وإن لنا بكم رحما أنقطعها وتقطعنا. معاذ الله، إن خلائق الإسلام تمنعكم وتمنعنا. أخي في الله، أخي في الله، أخبرني متى تغضب؟ إذا انتهكت محارمنا، إذا نسفت معالمنا ولم تغضب، إذا قتلت شهامتنا، إذا ديست كرامتنا ولم تغضب، فأخبرني متى تغضب؟ إذا نهبت مواردنا، إذا نكبت معاهدنا، إذا هدمت مساجدنا ولم تغضب، فأخبرني متى تغضب؟ عدوي أو عدوك عابد الصلبان يعبث في دمي لعبا، يعبث في دمي لعبا وأنت تراقب الملعب. إذا لله للحرمات للإسلام لم تغضب، فأخبرني متى تغضب؟ تبيت تقدس الأرقام كالأصنام، فوق ملفها تنكب، وتجلس كالدمى الخرساء، وتجلس كالدمى الخرساء، بطنك يملأ المكتب. فصارحني بلا خجل، لأية أمة تنسب؟ إذا لم يحي فيك الثأر ما نلقى فلا تتعب، فلست لنا ولا منا، ولست لعالم الإنسان منسوبا، فعش أرنب ومت أرنب. ألم يحزنك ما تلقاه أمتنا من الذل؟ ألم يغضبك هذا الواقع المعجون بالهول، وتغضب عند نقص الملح في الأكل؟ ألست تتابع الأخبار؟ حي أنت أم يشتد في أعماقك المرض؟ أتخشى أن يقال يشجع الإرهاب أو يشكو ويعترض؟ ومن تخشى؟ هو الله الذي يخشى، هو الله الذي يحيي، هو الله الذي يحمي، وما ترمي إذا ترمي هو الله الذي يرمي. وأهل الأرض كل الأرض، لا والله، ما ضروا ولا نفعوا، ولا خفضوا ولا رفعوا، فما لاقيته في الله لا تحفل إذا سخطوا له، فما لاقيته في الله لا تحفل إذا سخطوا له ورضوا. متى يستل هذا الجبن من جنبيك والخور؟ متى التوحيد في جنبيك ينتصر؟ متى بركانك الغضبي للإسلام ينفجر؟ فلا يبقي ولا يذر، أتبقى دائما من أجل لقمة عيشك المغموس بالإذلال تعتذر؟ متى من هذه الأحداث تعتذر؟ متى من هذه الأحداث تعتبر؟ متى من هذه الأحداث تعتبر؟ اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، رد أخواتنا إلينا ردا جميلا، اللهم رد أخواتنا إلينا ردا جميلا، اللهم رد أخواتنا إلينا ردا جميلا عاجلا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم شل أي يد امتدت إليهن، اللهم شل كل يد امتدت إليهن، اللهم شل كل يد امتدت إليهن. اللهم من ساهم في تسليمهن ومن عذبهن ومن ساهم في محاولة ردهن عن دينهن، فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، وأخزه وأذله في الدنيا وفي الآخرة، وافضحه يا رب العالمين. اللهم صبرهن وثبتهن بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم ردهن إلينا ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عن أمة الإسلام حالة الذل هذه، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا، اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا، اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.